البنات كي دايره؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في افضل حال. مرحبا بكم معايا في القناه. فاذا كنتي اول مره كتشاهدي القناه ديالي، فما تنسيش انك تشتركي عندي وكذلك تفعلي زر الجرس باش ان شاء الله اي حاجه حطيتها في القناه يعني توصلكم. اليوم ان شاء الله كما كيبان لكم غادي نشارك معكم واحد الوصفه رائعه، وصفه ان شاء الله لصباغه الشعر باللون يعني بلون عسلي رائع. بالنسبه للسيدات اللي كي يعني اللي مهتمين بهذا اللون هذا، فهو يعني لون غزال كيعجبني انا صراحه. تيعجبني هذا اللون، هذا اللون العسلي، وكذلك لتغطيه حتى الشيب، يعني اللي عندهم الشيب فهاد الوصفه هذه راه رائعه وغزاله، وفي نفس الوقت كتثبت لنا يعني هذا يعني كيثبت لنا يعني اللون اللي بغيت نقول، يعني كيبقى لنا اللون مع يعني المداومه. فمن ثاني من ثاني استعمال غادي يبان لك الفرق، يعني راه وصفه غزاله ووصفه رائعه وصفه طبيعيه. فالمكونات ديال هذه الوصفه ان شاء الله، فهنا كما كيبان لكم عندي قهوه، يعني قهوه عاديه اللي كناخذو من عند العطار، يعني كنطحنوها وتنجيبوها. عندي هنا كذلك الحناء، يعني الحناء ديال الدار اللي كنجيبو يعني وندقوها، ولا اللي كنشريوها، المهم ما تكونش ديال النقش. هنا عندي القرنفل، واحد شويه ديال القرنفل. هنا عندي قهوه سريعه الذوبان معروفه. هنا كذلك عندي زيت جوز الهند، وعندي بيضه، وكذلك عندي هنايا خل التفاح. خل التفاح الدور ديالو يعني كيثبت لنا ديك الصباغه. والحنه، الحنه اللي ما بغاتش البنات دير الحنه يعني ما ديرهاش، هي راه رائعه. يعني الا كان الشعر ديالك ما ناشفش، حيت اكثر السيدات اللي تيكون الشعر ديالهم ناشف ما كيبغوش يديروه، ولكن هي راه رائعه للشعر، يعني راه راه مقويه. غير يعني استعملوها يعني بطبيعه الحال، يعني ما تستعمليش بزاف، جوج ما علقلوش حاجه، ما غاديش دير لك شي حاجه يعني للشعر، هذا الشعر ديالك. اول حاجه غادي ناخذ هاد القهوه هذه، ناخذ تقريبا واحد جوج معالق هكا كل ثلاثه كيبان لكم. والقرنفل واحد شويه، غير واحد شويه، هو راه تيطلق كما كيبان لكم. غادي نديرهم فوق من البطون، نخليهم تيغلاو مزيان حتى كيبقى عندي تقريبا شي نصف كاس. هنا درت كاس، نخليه يغلى تيولي عندي نصف كاس، وعاد باش ان شاء الله نرجع نكمل معكم الوصفه. بعد ما درتها سميتو القهوه والقرنفل حتى غلاو، ها هما انا صفيتهم. دابا غادي ناخذ كما كيبان لكم جوج معالق ديال الحنه، انا عندي غير جوج معالق. هنا زيت، هاد زيت جوز الهند، يعني اللي هذا اللي الشعر ديالها ناشف وخايفه، من احسن انها دير يعني زيت جوز الهند. يعني عندك يمكن لك ديري اي زيت، ولكن زيت جوز الهند راه رائعه، يعني مرطبه للشعر. غادي ندير جوج معالق هكاك، فهي دغيا كتجمد. غادي ناخذ هاد سريعة الذوبان على حسب الشعر ديالك، جوج معالق. هنا غادي ناخد صفر بيضة، غادي نحاول اني ناخد هنا غير صفر بيضة فقط، فتقريبا قعدت. نصفيها، ديروا غير صفر بيضاء البنات، راح تخلطت ليا
ثم ديروا غير اصفر بيضه، حاولوا انها يعني ما تخلطش لكم مع البيض، هي ماشي مشكل ولكن ديروا غير الاصفر احسن. صافي دابا غادي ندير غنخلط بحال هكا العناصر. نزيد القهوة هذه، حنا راه كتعرفوها هي انها كتشرب واخا هكا هي. دابا غادي نضيف هذا المثبت اللي هو الخل، يمكن لكم اي خل ديرو، غير هو خل تفاح حتى هو زوين. تقريبا جوج معالق هكاك، واحد جوج معالق صغار. فانا عندي هاد الخل التفاح عندي شحال هذا، عرفتي يعني بعد ما ضفت خل ديال التفاح فكتجي على هاد الشكل هذا كيبان لكم، يعني ما ديروهاش خاطره بزاف على الشكل، يعني ديريها من الشعر ديالكم يعني من الفوق حتى لتحت، يعني ديروها من هذا من الفوق حتى لتحت علاش الخصلات ديال الشعر كلشي يعمر. صافي ان شاء الله وتخليوها يعني ديروا واحد البوني ولا ديروا فوطه اللي عجبكم وخليوها، يعني خليوها وقت ما بغيتو 4 سوايع راه رائعه. ومن بعد كتغسليها وحاولي انك يعني ملي تغسليها توصلي ديري زيت، هذه زيت جوز الهند. بالنسبه اللي عندهم الشعر ناشف يبقى يستعملوا يعني زيت جوز الهند، راه رائعه البنات. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم، فكنتمنى ان شاء الله اما هتكون لانت الاعجاب ديالكم، وصفه رائعه ان شاء الله. بعد ما درتها سميتو القهوه والقرنفل حتى غلاو، ها هما انا صفيتهم. دابا غادي ناخذ كما كيبان لكم جوج معالق ديال الحنه، انا عندي غير جوج معالق. هنا زيت هاد زيت جوز الهند، يعني اللي هذا اللي الشعر ديالها ناشف وخايفه من احسن انها دير يعني زيت جوز الهند، يعني عندك يمكن لك ديري اي زيت ولكن زيت جوز الهند راه رائعه يعني مرطبه للشعر. غادي ندير جوج معالق هكاك، فهي دغيا كتجمد. غادي ناخذ هاد سريعة الذوبان على حسب الشعر ديالك، جوج معالق. هنا غادي ناخذ صفر بيضة، غادي نحاول اني ناخذ هنا غير صفر بيضاء فقط، فتقريبا قعدت نصفيها. ديروا غير صفر بيضاء البنات حيت تخلطت ليا، ثم ديروا غير صفر بيضاء، حاولوا انها يعني ما تخلطش لكم مع البيض، هي ماشي مشكل ولكن ديروا غير الاصفر احسن. صافي دابا غادي ندير غنخلط بحال هكا العناصر، نزيد القهوة هذه، حنا راه كتعرفوها هي انها كتشرب واخا هكا هي. دابا غادي نضيف هذا المثبت اللي هو الخل، يمكن لكم اي خل ديرو، غير هو خل تفاح حتى هو زوين. تقريبا جوج معالق هكاك، واحد جوج معالق صغار.
انا عندي هاد الخل التفاح عندي شحال هذا، عرفتي يعني.